فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين يكون موضع البصر في الصلاة حين القيام وحين الركوع وحين التشهد؟ يكون إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، وعند التشهد قالوا ينظر إلى سبابته، ينظر إلى سبابته. نعم. وأين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذا يأتي أنه يضعهما على صدره، يضعهما على صدره قبل الركوع وبعد الركوع، لأن كله قيام، كله قيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره إذا قام في الصلاة، واللي بعد الركوع يتبع ما قبل الركوع، كله قيام. فاللي يفرقون بينهما هذا غلط. نعم.